لمزيد من المتابعة والتعليق بشأن اختطاف عراقيين في طهران وعن أسباب تلك الحادثة وتداعياتها، معنا هاتفيا من مالمو في السويد عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. مرحبا بكم أستاذ لبيد. إذا مقاطع مصورة نشرت وقد أكدت هذه المقاطع المصورة اختطاف عراقيين وتعذيبهم وأيضا طلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، كيف ترى موقف الحكومة في بغداد بعد انتشار هذا المقطع المصور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب التنويه منذ بالبداية أن هذه ليست أول مرة يتم اختطاف عراقيين. هناك عملية حدثت في أواخر العام الماضي عام 2022، تم اختطاف ثلاث مواطنين من سكنة محافظة كربلاء في 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 منطقة مشهد، يعني من قبل الإيرانيين عندما كانوا يزورون الأماكن المقدسة الدينية هناك في مشهد. لكن يبدو تكرار هذه العملية يعكس مدى إمعان السلطات الإيرانية في عدم مبالاتها بهذه الحادثة، وربما ضلوع أطراف رسمية وأطراف أمنية إيرانية في هذه المسألة. بالنسبة لموقف الحكومة العراقية، بالحقيقة موقف باهت وموقف بارد جدا، وهو يعكس إن دل على شيء إنما يدل على عدم مبالاة الحكومة العراقية في حياة المواطن العراقي. أصبحت حياة المواطن العراقي بالنسبة للحكومة العراقية والأحزاب التي تشترك في العملية السياسية أصبحت في الحقيقة لا قيمة للمواطن العراقي. لذلك فعمل استهتار السلطات الإيرانية والإيرانيين عموما في حياة المواطنين وعدم احترامهم لها إنما هو ناتج عن عدم اهتمام المواطن الحكومة العراقية بشأن المواطن العراقي، وهي عدم غير حريصة على حياة المواطن العراقي. نعم، على ما يبدو هناك غضب واحتقان شعبي كبير الآن في العراق ولا سيما في البصرة تنديدا لما يتعرض له العراقيون في إيران. هل ستحاول الأحزاب المقربة من طهران إيجاد مخرج لهذه الأزمة أو اتهام جهة أخرى مثلا لمعثرة الأوراق؟ بالتأكيد يعني لا يمكن أن تجرح مشاعر إيران لا حكومة ولا بلدا ولا شعبا، لأنه هذه الأحزاب الحقيقة هي أكثر انتماء إلى إيران منها إلى العراق. بالعكس، هي بالحقيقة العراق بالنسبة لها هو مشروع استثماري، يعني تنهب منه وتستغل خيراته يعني تنهب منه ما تستطيع أن تنهبه منه. أما انتمائها الروحي وشعورها بالمواطنة فهو يميل إلى إيران. لذلك نتوقع بأن هذه الأحزاب تدافع عن إيران وستبعد التهمة قدر ما تستطيع عن الجهات الرسمية والجهات الأمنية الإيرانية. نعم، المواطن العراقي بالحقيقة المواطن العراقي مبتلى، المواطن العراقي وقع بين كماشتين، كماشة الجهة إيران وكماشة الحكومة العراقية والأحزاب الذيلية العميلة لإيران. لذلك نتوقع بأن ردة الفعل الشعبية ستكون ساخنة، لأنه المواطن العراقي فقد ثقته بهذه الأحزاب وفقد ثقته بهذه الحكومة. أيضا في ملف آخر مقارب لهذا الملف، في إيران أيضا مشرعون أمريكيون عبروا عن قلقهم من صفقة السجناء الأمريكيين مع إيران وإفراج الولايات المتحدة عن نحو 7 مليارات دولار لإيران من أجل إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. كيف ترى تعامل أمريكا عامة يعني مع إيران في أثناء حكم بايدن الآن؟ نعم، يعني الإفراج أمريكا أموال إيرانية مقابل إطلاق إيران لسراح 5 مواطنين أمريكيين هو الذي فتح شهية الإيرانيين على التجارة بالبشر، يعني وأسهل تجارة أو أسهل بشر المتاجرة بهم هم المواطنون العراقيون. لذلك فأمريكا غير
هذا الذي قامت به أمريكا بسياستها هذه سياسة التهاون مع سياسة بايدن خصوصا التهاون مع إيران، هي التي تسهم في التمادي الإيراني سواء كانت جهات أمنية أو مواطنين إيرانيين أو كانت جهات متعاونة مع إيران موجودة في العراق. نعرف أن إيران لديها أدواتها في داخل العراق. كل هذه العصابات بالحقيقة ليست هي الوحيدة التي يجب أن تكون يجب تجريمها. السياسة الأمريكية المتهاونة مع إيران وخصوصا الصفقة الأخيرة التي تمت هي أيضا يجب شملها أن تشمل بالتجريم. هذه السياسة الأمريكية هي التي شجعت الإيرانيين على 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 خطف العراقيين والاستهانة بحياتهم وأرواحهم. نعم. إذن عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي من السويد، شكرا جزيلا لك.